خلينا نروح لحساب اليوم السابع على فيسبوك، واللي بيقول ان الاهلي يدعو مؤمن زكريا لحضور حفل التتويج بالدوري ويهديه اللقب. اكيد هيكون لقب مهدى لنجم من نجوم النادي الاهلي مؤمن زكريا، اللي بنتمنى له يا رب الشفاء والعوده للملاعب، وكل الجماهير بتأزره وبتسنده، وان شاء الله باذن الله قريبا يكون كويس ويقدر يكون موجود وسط زملائه ووسط جمهوره اللي بيحبه جدا. اكيد كمان مؤمن هيكون متواجد ان شاء الله في الاحتفال او الاحتفاليه اللي هتكون خاصه ببطوله الدوري الممتاز، سواء كانت مع اخر مباراه امام طلائع الجيش او حتى لو كانت في احدى الفنادق، ده هنشوفه. حتى ممكن الاهلي كمان يعمل احتفال خاص بهذا اللقب الغالي ده بخصوص اليوم.